حضرتك حضرت كلمه رئيس السيسي امبارح في التغذيه الصحيه، وحضرت كلمته الرئيسيه النهارده في الجمعيه العامه المتحده. تعليقك، انا كنت شايفك مبسوطه قوي وراس بيتكلم على المشروع بتاع 100 مليون صحه والتغطيه الصحيه اللي رئيس منظمه الصحه العالميه قال نموذج يحتذى به. طبعا طبعا، ده يعني اللي بتعمله مصر، المصريين يمكن مش حاسين بيه قوي لانه بيفتكروا ان احنا بنعمل دعايه. لا، مش دعايه. مصر دي قيمه وقامه كبيره جدا في الامم المتحده، بيبصوا لها انها دي مكانها بتحرك، ليها وزن، ليها ثقل، مش بس في منطقتنا، في العالم كله. وهذا الكلام مش احنا، مش الامم المتحده اللي قالته، الرئيس ترامب نفسه قاله للرئيس امبارح، ومش دي مش اول امبارح، وكل مره يقول الا مصر. ومعروف ان هذا الرجل لا يجامل، يعني لا لا، ما بيجاملش حد، ما بيعرفش حاجه اسمها مجامله. النهارده كل كلمته عباره عن دعايه انتخابيه لنفسه. صحيح. اما اي حد عايش هنا وشايف ايه اللي بيحصل يقول لك الراجل ده بيحضر لنفسه. وهو دي هذا هو اسلوبه، ده امريكا اصلا. هذا هو اسلوبه في الطريقه، بانه كده. الامم المتحده بقى السكرتير العام بيبقى ليه دور مهم جدا في انه بيتعامل مع كافه الدول بنفس الطريقه. لو هو ميل شويه ناحيه حد وما ظبطش نفسه يبتدوا الناس يتضايقوا منه. لكن بالفعل السكرتير العام بيعتبر نفسه زي ناظر في مدرسه، ودول كلهم تبعه، لازم يتكلم معاهم. وما بقتش مكلامه بقى، لا، بقت مجال للتفاوض. أي مكان في الدنيا تلاقي فيه هذا العدد المهول من الرؤساء بيتكلموا على مشاكل، المشاكل والتحديات. هذه المشاكل والتحديات بتستدعي إجراء حوار، إجراء مفاوضات. فده أحسن مكان يتجمعوا فيه ويعملوا حوار، مش حكاية كلام، لأ،